الأحجار الكريمة أنواع كتير جدا، صعب إن احنا نذكرها كلها دلوقتي، لكن من أكلمك عن أشهر أنواع الأحجار الكريمة الموجودة في مصر. طبعا الفيروز المصري ده من أشهر أنواع الأحجار الكريمة، وفي كمان العقيق، في المرجان، في اللابيس والأماتيست والسترين والزبرجد. أنواع الأحجار الكريمة كتير جدا. أسعار الأحجار الكريمة متفاوتة على حسب نوع الحجر وجودة الحجر، وكمان ندرة الحجر. يعني ممكن يكون حجر مثلا زي حجر الفيروز سعره في مصر بيبدأ من 50 جنيه لحد 200 و300 جنيه حسب جودة الحجر. أنواع تانية مثلا لو احنا بنتكلم عن المرجان أو بنتكلم عن السترين أو بنتكلم عن الأحجار الغالية، فدي ممكن سعرها يوازي سعر الذهب واغلى كمان، لان طبعا احنا بنتكلم عن احجار نادره مش موجوده كتير، وفي منها كمان مش موجود في مصر وبيتم استيراده من الخارج. دلوقتي في طبعا الاحجار الكريمه بتستخدم في العلاج بالامراض، وده حقيقي، واحنا بيجيلنا بيتردد علينا هنا اخصائيين في العلاج بالاحجار الكريمه. طاقه الاحجار الكريمه بتستخدم في العلاج، ومش العلاج المرئي اللي احنا بنتكلم عنه او اللي معروف لكل الناس، مش العلاج الكيميائي، لا، هي مش بتستخدم لعلاج الجسم، هي بتستخدم لعلاج نقدر نقول الروح او العلاج الغير ملموس بالنسبه للانسان. احنا بنتكلم من الاحجار الكريمه اللي بيستخدمها لوقت طويل او اللي بيستخدمها وبتفضل معاه لوقت طويل ممكن يقلل السبب حدوث المرض، لكن مش يعالج المرض. انواع الاحجار الكريمه كتير عموما، يعني عدد مثلا عندك الفيروز، المرجان، اللولي، طبعا الدايموند، الياقوت، الزفير، الزمرد، انواع لا تعد ولا تحصى من الاحجار عموما الكريمه. يعني كل حجر ليه مراحل التصنيع بتاعته. في احجار بتبقى صلبه، درجه صلابتها عاليه، فبتحتاج مراحل تصنيع معينه بادوات معينه، ليه؟ عشان تقدر تاكل في الحجر وتقدر تصميمه وتشكيفه بمعنى اصح. الاحجار الصلبه طبعا بتاخد خشنات عاليه عشان تقدر تاكل في الحجر، تقدر تكشفه زي ما انت عايزه. في احجار بتبقى صلابتها ناعمه شويه او طريه بمعنى صح شويه، ودي بتحتاج ادوات انعم الى حد، حسب بقى بتستخدم صواني التكشيف حسب الايه نوع الحجر المعين. طبعا بنبدا المرحله الاولى بتاعته اللي هي التقطيع، انك يعني تقطع، ازاي تقطع وتطلع الفص من حته الخامه نفسها، لان يعني الخام ما بيجي غير منتظم عموما، بيجي اشكال متعدده، احيانا بيجي عروق، احيانا بيجي حته كتله زي الزلط زي الطوب مختلفه يعني. فتبدا مرحله التقطيع بتاعتها، تبدا مع اول حاجه بتعملها بتقطع وتحدد شكل الحجر اللي انت عايزه، سواء عايزه حجر بيضاوي، سواء حجر دمعه، سواء حجر مدور، فبتحدد من خلال التقطيع اللي هي اول مرحله اللي احنا عملناها، تحدد شكل الحجر اللي هتعمله. تبدا مرحله التكشيف بعد كده على مرحله المكنه التانيه، وتبدا تستخدم الصينيه المعينه او الجلخ المعين لتكشيف الحجر دوت. كل حجر بقى ليه جلخ معين للتكشيف، بحيث ان هو ما يزودش الحرق فيه يعني. بعد التكشيف بتبدا مرحله التنعيم، لازم الحجر يتنعم جامد وياخد مرحله الصنفره، بعد كده يتصنفر بقى بدرجاته، اخشن فانعم فانعم، وبعد كده يبدا مرحله التشطيب النهائيه اللي هي التلميع. طبعا الحجاره بتختلف تلميعها من حجر لحجر، في حجر بيستخدم الفرشه والجماطه زي الحجر اللي احنا عملناه دلوقتي دوت، وفي حجاره بتستخدم نوع تاني من التلميع اللي هي الجلده، حاجه اسمها الجلده بتحط عليها بودره معينه للتلميع، ودي المراحل بتاعته النهائيه لحد ما يبقى فص نهائي خلاص. بعد كده ياخده، بعد كده يتسيغ او يتعمل بقى حسب الزبون ما هو عايزه. مفيش حاجه اسمها انتاج، مفيش انتاج محلي في الخامات عندنا عموما، يعني ما حدش بنطلعش خامات عندنا، ما بنطلعش خامات عندنا اصلا، ما عندناش الامكانيه ان هم يطلعوا احجار. لكن عندنا احجار كريمه كتير، عندنا الفيروز اللي هو بتاع سينا طبعا من اعلى انواع الاحجار الكريمه اهي، واخد بالك، وعندنا زمرد وعندنا زبرجد وعندنا انواع كتير، لكن ما بنطلعهاش، ما عندناش امكانيه استخراجها بمعنى اصح. مش بنستوردها من دول ايه، هو الحجاره ليها معظم الشغل دلوقتي بيجي من الصين، ومعظم الاحجار بتيجي معالجه برضه يعني في احجار بتتعالج هناك، اللي هو فاتح بيلونوه بيدوله ابيض، بخلاف الاحجار الكريمه طبعا ما حدش بيقرب لها، مالهاش سعر محدد عموما، اسعارها مفتوحه يعني. ما في احجار كريمه رخيصه، مش كل معنى كلمه احجار كريمه انها كلها غاليه، في احجار كريمه غاليه وفي احجار كريمه رخيصه. ما نقدرش نقول توصل لكام، ما نحددش، ده بيعتمد على الكواليتي وبيعتمد على الحجم وبيعتمد على عناصر كتيره في الحجر. يعني في حجر ممكن يساوي 50 جنيه وفي حجر يساوي 50,000 جنيه. والله احنا شغلنا بالاخص بيعتمد على السياحه، ودي مشكله، والمهنه طبعا متدمره بسبب موضوع السياحه ده لسه والله. يعني اللي بنشط الشغل عندنا اللي هو السياحه عموما، هو اللي بيعمل حركه وبيعمل رواج عموما.